وهل هناك ظروف اقسى من هذه يعيشها الطلاب في ريف مدينه تعز كل يوم يسير مئات التلاميذ في منطقه ميلات القريبه من خط الضباب نحو مدرسه بلا ابواب ولا نوافذ وعليهم ان يتعلموا درسا جديدا ويحفظوا اسماء جديده ويعودون بشهادات واحلام التحق طلاب هذا الصف بالتعليم قبل ثلاث سنوات وكانت فصولهم الدراسيه تحت الاشجار بينما كان مبنى مدرستهم هذا ماوى لمقاتلي ميليشيا الحوثي قبل ان يستهدفه طيران التحالف ويتجاهل اعاده الاعمار للمدرسه التي فقدت اهميتها ولم تعد هدفا بعد تدمير جدران كانت تحمي الطلاب من الرياح وتصون صوت معلمهم ليصل كاملا طبعا انا لست مدرسا اساسيا او في وزاره التربيه والتعليم انما متطوعا اعمال منذ 2016 2017, 2017 2017 وهذا العام يعني انا وزملائي كثير قمنا في الدراسه في اول سنه ولا كانت هذه المدرسه مدرسه الافلام مغلق اغلقت سنه بسبب الحرب لان احنا نحن مدير المدرسه والاباء وبعض المدرسين الذين حضروا بعض وسبب بعض المدرسين لأنه انقطاع المرتبات عدم حضورهم للمدرسه يعني هناك المدرسه محافظه تعز مقسمه يعني في مناطق لا يستطيع ان يعني يحضرها انت تعرف انه المنطقه مقسمه يعني ما بين الطرفين بالقرب من هنا ما زال قناصو ميليشيا الحوثي يطلون ببنادقهم على التلاميذ من التبه السوداء وبين وقت واخر يرون نار المقذوفات امامهم ويسمعون صوت رصاص وموت قريب. بالجوار ايضا مدارس كثيره يخشى الطلاب ومعلموهم الذهاب اليها او رؤيه ما حل بها من معركه ما تزال تحيطهم وعليهم نسيانها والنظر نحو مستقبلهم وان من جدار كهذا.